نعم، يعني لليوم العاشر على التوالي تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها في كافة محافظات قطاع غزة. ربما الليلة الماضية كانت هي من أصعب الليالي وأعنفها من شدة القصف، حيث استهدفت الطائرات الحربية أكثر من مكان وأكثر من منطقة في القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 200 فلسطين خلال هذه الليلة وإصابة المئات. وحتى هذه اللحظة جاري البحث عن جثامين ما زالوا تحت الأنقاض نظرا لصعوبة الوصول إليهم. بالأمس ارتكبت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من مجزرة، أبرزها كان هنا في مدينة خان يونس، حيث تم استهداف منزل يعود لعائلة العقاد وسط المدينة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العائلة بأكملها، في الإضافة إلى قصف منزل يعود لعائلة المصري في مدينة رفح جنوب القطاع، وأيضا تم استشهاد العائلة بأكملها، وأيضا استهداف منزل في مدينة جباليا شمال القطاع، وأيضا تم استشهاد العائلة بأكملها. نتحدث عن ليلة كانت هي الأعنف والأقصى منذ بدء التصعيد الإسرائيلي هنا في قطاع غزة. صباح اليوم أيضا جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها في القطاع بأكثر من طارة، تم تدمير عدد من الشوارع الرئيسية خاصة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. يعني بحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإنه تم تدمير جميع المداخل والطرقات الرئيسية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. يتزامن هذا التصعيد مع استمرار إغلاق المعابر وانقطاع التيار الكهربائي والماء وتعطل شبكة معظم شبكات الإنترنت. والأوضاع يعني لو تحدثنا عن هذا التصعيد، وأود أن تم استهداف مركز الدفاع المدني، المركز طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة المركز الرئيسي، وأدى إلى استشهاد خمسة من طواقم الدفاع المدني وإصابة ثمان أشخاص من ضباط الدفاع المدني. المكتب الإعلامي أدان هذه الجريمة باستهداف مركز الدفاع المدني، وقال أنه الدفاع المدني قبل ساعات كانت قد أطلق. عامر، تعليقا على حديثك وبتحدث عن أوضاع المدنيين، هناك مصادر حكومية إسرائيلية قالت أنه تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بالقطاع للسماح بمغادرة المدنيين إلى مصر عبر معبر رفح، وأيضا دخول المساعدات للقطاع. ما تفاصيل هذه الهدنة عامر؟ حتى هذه اللحظة وقبل دقائق لا جديد في خصوص ذلك، تم يعني كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيتم فتح معبر رفح وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع ومغادرة الأجانب والمدنيين، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم دخول أي شاحنة أو مغادرة أي شخص من معبر رفح، لا زالت الشاحنات عالقة في الجانب المصري والمواطنين عالقين في الجانب الفلسطيني. وحتى هذه اللحظة كما ذكرت لم يتم دخول أي قافلة أو خروج أي مدني. المكتب الإعلامي الحكومي هنا في قطاع غزة قال لا، ليس لديهم أي معلومات حول تنفيذ هدنة إنسانية مدة خمس ساعات، وقالت أن كل ما يتم تداوله غير صحيح حتى هذه اللحظة. هناك يعني جهود وهناك ضغوط دولية من قبل جمهورية مصر العربية والوزير الخارجية الأمريكية أجل التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية ودخول المساعدات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الدخول. ربما يعني خلال الساعات القادمة يتم دخولها أو توصل إلى اتفاق الهدنة في ظل يعني الضغط والجهود الدولية والعربية، خاصة الجهود التي تقودها جمهورية مصر العربية. سوف يكون هناك يعني بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، سيكون هناك اليوم اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل فتح وقف إطلاق النار، وأيضا سيكون هناك أيضا مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. نعم عامر، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا مراسلنا عامر الفرة، كنت معنا من غزة، شكرا لك على هذه المداخلة.